تتدفق المياه العادمه من مستوطنه الشعاري تجفا الجاثمه على اراضي المواطنين في قريه بيت امين جنوب قلقيليا تاركه اثارا كارثيه على البيئه والزراعه خاصه في موسم قطاف الزيتون مما يزيد المخاوف من خساره مساحات جديده لصالح المستوطنات هذه حقيقه الاحتلال و مستوطنيه من أوبئة ومؤدية لأمراض عديدة لأبنائنا في هذه المنطقة ونحن في مرحلة الصيف اللي هي بتتكاثر فيها البعوض والأمراض وعنا هنا في أمبار أرتوازية اللي بنشرب منها وهي بتأثر على المياه الجوفية مشاكل بيئية تواجه أهالي المنطقة نتيجة استمرار هذه المياه العادمة حيث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والبعوض والتسبب بتلوث المياه الجوفية وتخريب الأراضي الزراعية اصبحت مجمع للخنازير لان الخنازير تأتي على المكاره الصحيه وهذا الخنازير لما تجمعت هنا اضرت بالمحاصيل والمزروعات المزروعات اللي هون في المنطقه هذه جميعا، طبعا هذه انت بتعرف اي المكاره الصحيه هي منبع للامراض وهي سبب في كثير من المشاكل الصحيه عند الناس. معظم الاماكن التي تمر منها مياه المستوطنات العادمه اصبحت منكوبة وقل زوارها بشكل ملحوظ. فالاحتلال يستهدف هذه المنطقه بالاستيطان والجدار لسرقه مزيد من أراضي المزارعين استهداف هذه الأراضي بالمياه العادمة يعكس عنصرية الاحتلال في التعامل مع كل ما هو فلسطيني من أراضي قرى جنوب محافظة قلقيلي أنا للجدع تلفزيون فلسطين